الفاميلي الديسك دي فضيحة وربنا. تحس ان انت بقى ايه، مش راكب عجلة، راكب حمار بينها، يعني حمار عمال ينها. ايه ده، فتحتينا الله يخرب بيتك عجلة. يا دي النيلة على الفاميلي الديسك، على اللي عايز الديسك. اوعى يا باشا، باشا باشا باشا، انت مالك بتبص لي بقرف كده يا باشا؟ ايوه انا اللي بزمر. فضحتينا يخرب بيتك عجل. اوعى يا ناس، ناس كويسه. طبعا احنا داخلين على المنشيه، الناس المية مية. خلي بالك بقى من الزحمه. هنستخدم طبعا للاسف الفوامل ياما في الزحمه المنيله دي. ف هنعمل الحان دلوقتي يا جماعه بالفرامل بتاعتنا دي، فرامل الديسك. علق ايدك على الفرامل واستخدمها كايه، كسرينه. هتلاقي الناس كده كده ايه، ولا معبرينك اصلا. انا حد واخد باله مني، انا وراه لحد ما ادخله بالعيش. ولا كأن في حد. طبعا الناس ماشيه في نص الشارع، انا مش حلومهم يعني، وما فيش رصيف يمشوا عليه، فايه المهم احنا نعرف نمشي بس. لسه بقول ايه، الله الله. استغل بقى فرصه الازعاج ده، الازعاج الفظيع ده بتاع الفرامل المنيله دي. هعلق ايدي على الفرامل شويه كده بحيث نستخدمها كايه، معيش طبعا ان انا بدل ما اقعد اقول اوعى ظهرك واوعى وشك واوعى قفاك والكلام ده، هنعلق ايدينا ونشوف الناس هتوسع ولا لا. صوتها مزعج خالص، ولكن ولا اي اندهاش في الجلاش. ابعد ابعد يا معلم، ابعد عشان الخربوش. العربية اللي تلاقي البتاع بتاعتها لونها اخضر دي، الخربوش بتاعها بيزعق. هيئة دبلوماسية صح، هياخدك انت والعجلة لحد ما يبان لك صاحب بقى. لكن مش مشكله لو تاكسي، تاكسي غلبان بتاع حكيت فيه بالعجله، مش مشكله، هتعرف تتعامل معاه. بص بص، فنلات وبنطلونات، هنا تلاقي كل حاجه. بص ليفه اهو، الليفه بكام النهارده؟ 10 جنيه بلاش. يلا اللي عايز يستحمى، مش حرمينكم من حاجه. عارف ايه الزحمة ده يا جماعة؟ ايه الزحمة ده يا جماعة؟ حرام عليكم، أعصابي بتبوظ وبسخن في الزحمة، بحب أخلع من الزحمة. فهتلاقوني كده ايه، بستخدم الفرامل كتير، والفرامل ديت تعبتلي أعصابي بصراحة. أحلى حاجة إن ممكن حد يبصلك بس مش هيوسعلك برضه، بالذات أصدقائنا بتوع التكوسة حبايبنا. تحس ان مستنيك كده تقرب عليه عشان يحدف عليك يفتح الباب ياخدك بالحضن. ناس بتوع التكوسه دول يا جماعه يعني ناس اجتماعيين بصراحه، ما يحبش يلاقي واحد ماشي بعجله كده الا لما يقول لك ايه، لازم عكنن على اللي جابه، لازم اقرفه. المهم انا رايي يا جماعه ان الفرامل الديسك دي، ان الفرامل دي فاشله بامتياز خلاص، وهي اصلا العجله اللي انا راكبها دي المفروض ما حدش جه جنبها يعني، ولا جه عليها جاز ولا زيت ولا حاجه، بدل تعمل اصوات. ومع الوقت طبعا مش عارف التيل بتاعه نوع اللي هو التيل ده اللي هو تيل الفرامل يعني، نوع بقى رديء ولا ايه، هي قعدت ايه ركبها عفريت كده وقعدت ايه تنعر زي الجاموسه كده، زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شفتوا. كان مره معايا عجله بنفس الصوت ده بتعمل اصوات كده في الفرامل وبتاع، كنت يا دوبك اخش على اول الشارع كده قبل ما اوصل بيتنا، يقول لك بس خلاص محمد جه. عارفين ميعاد نزولي بقى وخروجي بسبب ايه؟ بسبب الفرامل. محمد جه، محمد روح، محمد جه، هكذا. طبعا كانت مشكله فضيحه بالنسبه لي يا جماعه. تعبيط اصلا. امشي حلو بقى، عربية البطاطا اللي هتطلع ورا دي شكمان.
حد غني. وبالنسبه لاي حد طبعا عايز يجري بالعجله لازم قبل ما يدور على سرعه العجله يدور على الفرامل. لازم انا بالنسبه لي الفرامل مش رفاهيه. كل ما تحب ان انت تمشي في زحمه يبقى هفرمل ياما. انا بدل ما احط في عربيه ما لهاش 60 لازمه تكون مثلا مع عجلتك اغلى من العربيه ها وانت معكش فرامل هيجي الراجل ياخد منك العجله يقول لك انت هتشتري المرسيدس بتاعتك هي تكون عربيه قرده اللي هي ب 4-5000 جنيه دي فتخليك محترم وتنزل بفرامل كويسه علشان ما تخربش عربيات البيت. الكائنات بتتلف.